السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل اليوم في الشابتر رقم 10. الشابتر هذا اللي هو عنوانه Dynamics of Rigid Bodies. خلال المحاضرة الثالثة من الشابتر العاشر هنشوف الـ Work of a Force، هنشوف الـ Kinetic Energy of a Rigid Body in Plane Motion، هنشوف الـ Particle Kinetic Energy Principle of Work and Energy، وآخر شيء هنشوف الـ Power and Efficiency بتاعت أي حركة. هنبدأ بشرح الـ Work of a Force. مثلا لو ناخذ الفورس بتاعت الويت اللي هي الوزن اللي هي W، يعني الجسم حيتحرك من نقطة A1 للنقطة A2، يعني حيكون الأول في الارتفاع Y1 حيوصل لارتفاع Y2. طبعا علشان يتحرك الجسم هذا من position A1 A2 حيكون فيه يعني work. الورك بنرمز له بكابيتال U، يعني U12 يعني الورك اللازم أو الشغل بالحركة 1 الحركة position 1 position 2، يساوي ناقص التكامل تاع y دي w دي y، يعني من position y1 للposition y2. يعني بما انها w ثابته نقدر نخرجها من التكامل، وبتصبح المتغير او التكامل بتاعت الدي واي اللي هي بتكون y2 ناقص y1، يعني بتكون w ناقص w دلتا y اللي هي يعني الفارق بين y2 والy1. هذا هو الشغل متاع القوة اللي هي الوي. نمر الحين للبارتيكل كاينتيك انرجي. هنتكلم على الكاينتيك انرجي متاع الجزيئة، هنشوف العلاقة ما بين الورك والانرجي. بالنسبة للورك بوزيشن 1 2 متاع اي قوة كانت هيكون تي 2 ناقص تي 1. ايش التي؟ التي اللي هي الكاينتيك انرجي. كاينتيك انرجي هي نص الام في سكوير. مثلا لو ناخذ جزيئة تتحرك من position 1 إلى position 2، طبعا الشغل هو الورك بتاع الفورس هذه اللي عندها يكون عندها 2 components tangential and normal. الورك بتاع الشغل هذه حيكون يعني الكاينتيك انرجي في position 2، هنحذف منه الكاينتيك انرجي في position 1. ما ننسى ان الكاينتيك انرجي اللي هي نص الماس في السرعة قوة 2، يعني هذا هو البرنسيبل بتاعت الورك انرجي. يعني من خلال الانرجي نقدر نجيب الورك، يعني الورك هو الفرق ما بين الكاينتيك انرجي في البوزيشن 2 والبوزيشن 1. الحين حنشوف الكاينتيك انرجي بالنسبه للجسم لما يتحرك في البلان. طبعا زي ما قلنا لا، اذا كان في الحركه في البلان في نوعين من الحركه، يا اما الحركه بتكون مستقيمه او حركه دورانيه. اذا كان الاثنين متوفرين الكاينتيك انرجي بتكون نص الام في سكوير، لانها الفي هي تمثل السرعه بتاعه الحركه المستقيمه، مع نص الاي اوميجا سكوير. الاي اللي هي المومنت اوف انرشيا، والاوميجا اللي هي الانجولار فيلوسيتي. يعني هنا في حركتين، هذه بتمثل الكاينتيك انرجي بتاعه الترانسليشن موشن، وهذه بتمثل الكاينتيك انرجي بتاعه الروتيشن موشن. لكن اذا كان في حركه دورانيه بس على طول، يعني هنحذف الترانسليشن تبقى على طول الكاينتيك انرجي بتكون نص الاي اوميجا سكوير. شفتوا هنا الان بتعوضها الاي والاوميجا بتعوضها الفيلوسيتي، يعني على حسب نوعيه الحركه هي مستقيمه او دورانيه. الحين نشوف الباور والافشنسي. بالنسبه للباور بتاع اي جسم، اذا كان جسم عن ماس ام مثلا وبيتحرك فيلوسيتي في، في قوه خارجيه اف هي حتحركه، أكيد الباور اللازمة حتكون الـ F في الـ V. يعني لما نضرب الـ F في الـ V بنتحصل على الباور. هذه لما تكون حركة مستقيمة. إذا كان حركة دورانية، طبعا مين المسؤول على الدوران؟ حيكون العزم اللي هو المومنت، طبعا حتكون Longular Velocity اللي هي الأوميجا. على طول نضرب الـ M في الأوميجا. شفتوا الأوميجا عوضت الـ V والآم عوضنا الـ F، يعني حتكون آم في الأوميجا. هذا الفرق، يعني هنا في حركة مستقيمة يعني translation، أما هذه الباور لما تكون حركة دورانية. بالنسبة للإفشنسي يعني حتكون الـ Output Work على الـ Input Work، اللي هي نفسها الباور متاعت الـ Output على الباور متاعت الـ Input. طيب هذا هو يعني محتوى المحاضرة الثالثة. إن شاء الله يعني في محاضرة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.